سؤال آخر، حكم إفطار الحامل بأمر الطبيب وأنه هناك ضرر؟ لا، مش كل حامل تفطر بأمر الطبيب وأن هناك ضررا، خلاص تفطر بأمر الطبيب وأن هناك ضررا، وبناء على أنه في ضرر نعم تفطر. طب لو هي في ضرر وما فيش رأي الطبيب، مش هي متأكدة من الضرر؟ نعم، خلاص تفتي نفسها. طب لو كان الطبيب قال لها لا افطري صومي لازم تصومي، وهي شايفة انها تعبانة ومش قادرة تصوم؟ لا، الدكتور عمره لازم تصومي ابدا، مفيش طبيب يملك يقول لحد لا لازم تصوم. صعب. يقول لك لا ممكن تصوم. ممكن مش تصوم، مش لازم، بس مش لازم، فراغ مش قطعي. في حالات الحمل والمرض لا يمكن الدكتور يضع المخاطرة للمريض في القرار القطعي. وارد ان المريض الدكتور يقول لك لا ما تصومش، وكون انت شايف انك قادر تصوم. نعم، هي دي اللي بتحصل. نعم، العكس لا، ما يعني ممكن يقول ده سؤال متخيل. طيب السؤال، لا هو ليس متخيلا، هو كان معانا في بدايه الحلقه، بمعنى استبعدناه يعني، السؤال مكرر يعني، بمعنى افتراضي. وده موجود في العلم. نعم، في اسئله افتراضيه في العلم، الفقه الافتراضي، ان لا بفترض. طب لو افترض العكس، على سن من هنا الارجح؟ هنا بيكون المساله يعني الدكتور بنى على يعني يقين، ودكتور اثنين ولا واحد. نعم، لان احيانا الانسان ينخدع، انت تنخدع بانك انت كويس، زي واحد عربيه خبطته، قول انت سليم، سليم، روح، يكون في نزيف داخلي. صحيح كلامك، صحيح بيحصل، صحيح، ويموت بعدها. صحيح، لا لا مش عايز كشف ولا حاجه. لا، هنا ما ده بيبقى فينا يقدم العلم هنا ساعتها. نعم، فاحيانا الانسان ينخدع بحاله. حضرتك قلت حاجه كويسه دلوقتي عاوز استفيد منها. حضرتك قلت ممكن الطبيب يقول لك لو تقدر تصوم تصوم، لو ما تقدرش ما تصومش. ايوه، ما بالنسبه للمضي معناه ترك لك الترجيح، معناه ان المساله في جزء غايب عنه، اللي بيرجح فيه جسمك، كيمياء الجسم اللي بتحدد معاه. انا بقدر وقادر اصوم. نعم، فبصوم. لو ما مش قادر ما بصومش، يبقى انا معايا ايه؟ اللي هي نفس الحاله، استفتي قلبك وان افتوك او افتوك. نعم، اختلفت الاراء معاك، قلبك يفتيك. قلبك اذا كان عندك قلب، قلبه يعني يخشى الله ويتقينا، في ناس قلبها ميت مش فارقه معاه، ده لو الفقهاء قالوا يمين ويقول لك شمال عشان قلبه قال لي. نعم، فالقصه مش كده. في ذلك الذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد.